اسامة عرابي. هنروح لزميلنا شريف شعبان ولقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الاهلي. تحيه مجدده كابتن ايمن ولضيوفك بعد فوز كبير للنادي الاهلي على فريق الانتاج الحربي المحترم باربع اهداف مقابل هدف. معي مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. بقول لك مليون مبروك كابتن سيد. فوز جه في وقته الاهلي بيحافظ بيه على القمه بوصوله للنقطه 16، وكمان بنختم باربع اهداف، نتيجه كبيره على فريق كبير ومع مدير فني كبير هو الكابتن مختار. الحمد لله. طبعا يعني من المباراه المهمه جدا في بدايه المشوار، وكمان مباراه المحطه الصعبه وهي كوره، يعني ممكن لا قدر الله في اي وقت من الاوقات تديك وشك لوشها تاني. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، نتيجه كويسه واداء كويس، وهتقفل الصفحه وتبص على مباراه الانتاج الحربي، اسف البنك الاهلي. ضغط المباريات توالي المباريات، بنلعب جمعه بنلعب ثلاث، بنلعب جمعه عندنا مباراه يوم الاحد مع فريق البنك الاهلي، فريق قوي مع مدير فني اهلاوي كابتن محمد يوسف، ممكن النهارده بيعمل نتيجه ايجابيه النهارده مع سموحه. ضغط المباريات ممكن لا قدر الله يجيب اصابات للعيبه، بالتعجب زي ما الموضوع دوت. يعني هو الراجل النهارده كمان، يعني لو لاحظت حتى التغييرات اكيد بيراعي حاجه زي كده، واحنا كمان يعني الحمد لله يمكن الى لاول مره من فتره طويله قوي نتجمع كلنا في قبل مباراه الانتاج الحربي، حتى الناس اللي كانت غايبه لاسباب مختلفه، يعني باستثناء يمكن دلوقتي عندنا اوجي هو اللي ان شاء الله الرحمن خلال خمس ست ايام يكون معانا باذن الله، يعني تقريبا بعد مباراه الانتاج الحربي بعد مباراه البنك الاهلي على طول هيخش معانا ان شاء الله. يعني ونستعد بقى للمباراه البنك الاهلي، ثم عندنا المولين ومباراه بيراميدز، وبعدين شهر من بقى السفر لكاس العالم للانديه. جماهير الاهلي بتسال النهارده الصبح، شايف على السوشيال ميديا، وانا عارف اجابه السؤال بس لازم اساله لك حطه مني يعني او امانه مني، ليه فرقتين من القاهره العب في اسكندريه في الماكس؟ ليه؟ والله بص، يعني انا برضو من الحاجات اللي مقتنع بها تماما، يعني هو ده ماتش البنك الاهلي، عايز لعبنا في اي مكان هو حر، يعني ده ماتش هو حر في اختياره، عنده ملعبه وعنده اثنين وعنده ثلاثه، بيختار الملعب اللي يناسبه او اللي المتعه بالنسبه له والافضل بالنسبه له، ما فيش مشكله. ده ملعبه او ده دي مباراه، يعني مش هشغل نفسي بيها لان حق من حقوقه. كل اللي عليا ان انا نحضر فرقتنا بشكل كويس ونستعد للمباراه بشكل كويس، ان شاء الله الرحمن نكون في الميعاد وتوفيق بيكون حليفنا باذن الله. في بكره اجازه ولا في تمرين؟ في تمرين بكره وبعد كده الاجازه بعد بكره ان شاء الله. قبل ما اتكلم عن كاس العالم، فوجئنا انا استبعدت تصريحات حضرتك بعد المباراه الاخيره، وما كانش في تهكم خالص على التحكيم ولا اي اعتراض خالص على التحكيم، وكنت بتطال اني بتامل ان باذن الله الكره تكون صحيحه عشان الحكم يكون موافق يعني مع القرار مش ضد القرار. فوجئت النهارده بخبر من اتحاد الكوره بغرامه 50,000 جنيه، فما اعرفش حضرتك هجمه التحكيم غير اللي فاتت مثلا، فاحنا في حاجه ما شفناهاش، ولا هجمه التحكيم امتى؟ انا مش عايز اتكلم عن التحكيم بشكل عام، لكن يعني انا بس مش استفسار ولا حاجه، ولا حتى عايز ارجع القصه ديت، لكن يعني هو في فرق شديد جدا بين الانتقاد والتساؤلات. يعني انت ممكن تعمل تساؤل او توضع تساؤل او تطرح تساؤل، وبين ان انت تنتقد. لا، ممكن يقولوا لنا في اللائحه، يعني يجيبونا في اللائحه يقول لك اللي هيتكلم عن التحكيم هيبقى عنده غرامه، اللي هيتكلم عن، يبقى احنا عارفين كويس قوي انك هتطلع تقول اي كلمه عن التحكيم بغرامه. لكن انا لما اقول في حكم جالي من اصل ست مباريات، مباراه في الكاس، مباراه في ومباراتين في الدوري، ثلاث مرات، واحد يطلع يقول لا يا جماعه ده مش الكلام ده مش صحيح او كلام ده صحيح، ايه الانتقاد في ده؟ او ايه الهجوم في ده؟ ايه الانتقاد في ان انا اقول في حد جالي في ثلاث مباريات في ست سبع مباريات منهم مباراتين في الكاس وخمس مباريات في الدوري حد يجي لي ثلاثه، هي في ايه الانتقاد في ده؟ يعني ايه الانتقاد في ده؟ يعني من الاول قول في اللائحه اللي هيتكلم عن التحكيم، لكن اللي جايه لي انا اشوف ان القرار ده يعني قرار ممكن يبقى فيه تساؤل تاني. تمام، يعني انت القرار اللي جاي لك انتقاد التحكيم، الاسئله اللي انا قلتها او السؤال اللي انا قلته فيه انتقاد لتحكيم في ايه؟ لكن ممكن تقول لي من الاول ما تتكلمش عن التحكيم. يعني لو انا قلت برافو تمام اتعاقب، لو قلت مش برافو بالظبط كده. لكن انا مش عايز اتكلم في النقطه دي كتير، يعني خلاص، يعني الموضوع في تظلم ولا اتقفل هنشوف بقى عندنا في النادي. يعني لكن انا ما اتكلمتش على حاجه اصلا، انا قلت اتكلمت في مكان تاني مثلا، السؤال اللي قلته وطرحته يعني حصل خير، يعني هنشوف الدنيا ايه ان شاء الله الرحمن، يبقى عندنا مباراه نكون موفقين فيها باذن الله. حلم كل جماهير النادي الاهلي الحصول على بطوله افريقيا والمشاركه في كاس العالم للانديه اللي تقام في قطر. خلاص احنا بنقترب، انا عارف ان انتوا في الكواليس او اتحركت في ملف بدري، عملتوا ملف طبي دكتور احمد ابو عبله طبعا تحت طبعا بعد تعليماتك طبعا، والزي الرسمي اشتغلتوا عليه وخلاص بتخلصوا الفينش، خلاص كل حاجه.
حلم جماهير النادي الاهلي بقى تمثيلا مشرف ولما لا المنافسه حتى على الاقل في مركز لكاس العالم للانديه. طبعا يعني احنا رايحين طبعا هنقابل فرق بمستويات مختلفه بشخصيات مختلفه ب يعني بمناخ هم جايين منه مختلف عنا خالص يعني يعني صراع الاقوياء يعني ان صح التعبير يعني في كل قاره بطلها في كل مناسبه حضور وشخصيه فهتلاقي مباراه شرسه جدا وعنيفه جدا يعني. فيما يخص التحضير خلاص احنا بنجمع معلوماتنا اللي ممكن ان شاء الله انت تساعدنا هناك في حدود الخصوصيه اللي احنا عايزين نعملها للفرقه ان شاء الله يعني. فكره او طرح فكره ان احنا يبقى عندنا معسكر خاص باللقاء بدري شويه او خاص اصلا بالسفر بدري شويه ممكن يبقى مطروح ان احنا نقفل قبل السفر بيومين ثلاثه او اربعه ايام وبعد كده نختتم مباراه بيراميدز ونسافر ان شاء الله الرحمن يعني. باذن الله ترجعوا منصورين باذن الله وعلى طول كالعاده مفرحين الاهلاويه كلهم فرح مصر كلها باذن الله. يا رب تكمل على خير ان شاء الله الرحمن دايما. انا بس اللي عايز اقوله دايما في الحياه يعني كل مرحله بيبقى ليها حلاوتها وقوتها لكن كمان كل مرحله بتنتهي او بتخلص لازم تفكر في اللي بعدها ولازم تعدلها بشكل كويس لان هي كره كده كره ما بتبصش لورا ابدا دايما بتبص لقدام يعني. شكرا. شكرا.